أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من بين قوسين نناقش فيها خطورة انقطاع الكهرباء ودورها في يعني مضاعفة معاناة سكان المناطق الساحلية. يعيش الوطن أزمات مركبة، حرب وكورونا وتدهور اقتصادي، وفوق ذلك انقطاع للكهرباء وانعدام لأبسط الخدمات الحياتية. ذلك واقع ما يعيشه أكثر من 8 ملايين نسمة يسكنون المدن والمناطق الساحلية من عبس شمالا إلى عدن جنوبا ونشطون شرقا. وضع مؤسف تحولت معه منصات التواصل إلى سرادق عزاء مفتوح، ومن لم تقتله الأوبئة والأمراض يموت مختنقا بمضاعفات نتيجة انقطاع الكهرباء. كبار السن والنساء والأطفال أكثر الضحايا تأثرا لحالة ارتفاع درجات الحرارة الذي يتحول إلى كابوس خانق يجثم على كل البيوت في المناطق الحارة، الأمر الذي يضطر البعض للخروج إلى الأزقة وأرصفة الشوارع وأسطح البيوت. وإذا ما تجاوزنا المناطق التي تحت سيطرة الميليشيات الحوثية فإن أسئلة كثيرة وكبيرة تتعلق بموقف الشرعية والتحالف من الكارثة المزدوجة التي يعيشها سكان المناطق التي يقال عنها محررة. هذه الأسئلة وغيرها أناقشها مع ضيوف الحلقة، لكن قبل البدء نتابع هذا الفيديو الذي يوضح الناس من خلاله مدى المعاناة التي يعانونها بسبب انقطاع التيار الكهربائي، ويوضح في الشق الآخر من الفيديو أزمة يعني الانقطاع المتكرر للكهرباء، وأيضا رداءة الشبكة التي يعني افتقدت للصيانة منذ ما يقرب 10 أعوام. نشاهد سويا. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش، وأرحب بضيفي عبر البث المباشر الناشط المجتمعي علي بشارة، سينضم إلينا من العاصمة المؤقتة عدن. سيد علي، أسعد الله مساك بكل خير. أسعد الله مساك أخي الكريم. حياك الله أستاذ علي. يعني نتحدث اليوم عن الانقطاع المتواصل لتيار الكهربائي في العديد من المدن الساحلية اليمنية، يعني صف لنا ما هو الوضع. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر قناة بلقيس على استضافتها لنا للحديث عن المأساة التي تعاني منها أبناء الحديدة وسكان محافظة الحديدة بالتحديد في شقيها المحرر والشق الآخر الذي يردع تحت إطار الحوثي. المعاناة الذي يمر بها المواطنين معاناة كبيرة جدا جدا جدا، لأن الكهرباء تعتبر هي الشريان الأساسي للحياة، خاصة في فصل الصيف، ونحن يعني ونحن مقبلون على فصل يعني الصيف شديد الحرارة جدا، والأول مرة نحن يعني نمر فيها في هذه درجة الحرارة المخيفة جدا. والكل يعرف أن المناطق الساحلية هي المناطق التي تكون أشد حرارة، وخاصة في الشهور اللي 5 و6 و7 و8، ناهيك عن الوضع الذي تمر به البلاد من جراء هذه الحروب الذي طال أمدها كثيرا وعانى منها الناس كثيرا. و نعم أخي؟ نعم أكمل. نحن عندما نتكلم على الكهرباء يعني وعودها يعني بالنسبة من قبل المسؤولين كثيرة، لكن الواقع لا شيء، الواقع يعني لا ينبئ حتى بشوية من التفاؤل، لأن المستفيدين من هذه الحروب والذي يعني عايشين عليها كثيرا لا يهمهم المواطن، أين ذهب المواطن؟ فليذهب إلى الجحيم المواطن. الناس يعني الناس من كثرة شدة الحرارة
يعني يخرجون إلى المنازل، ومن كثرة أيضا شدة الحرارة خارج المنازل يضطرون للنزوح. أصبح النزوح للأسف الشديد وخاصة في هذه الأشهر نزوح كثير جدا جدا من الناس من محافظة الحديدة إلى المناطق المرتفعة، سواء كانت صنعاء أو إب أو حجة أو المحويت أو غيرها. يعني ليس هربا من الحرب، إن هربا من شدة الحر، هربا من الموت. هناك مرضى السكر، وهناك مرضى الضغط، وهناك المصابين بالرب، وهناك الأطفال حديثي الولادة، وهناك كبار السن. كل هؤلاء يموتون بسبب انطفاء الكهرباء، بسبب عدم توفر الكهرباء، لأن الكهرباء كما أسلفنا سابقا هي الشريان الشريان الأساسي للحياة. فنلاحظ الآن أن أصبح انطفاء الكهرباء في مناطق الساحل بشكل عام، سواء في الحديدة، يعني يؤدي إلى الوفاة، ويساعد كورونا على عملية حصد الأنفس، لأن الكل يعرف أن الوباء كورونا الذي اجتاح العالم، ومنه اليمن، ومنه أيضا كذلك الحديدة، وخاصة في ظل التكتم الحوثي على هذا الوباء، لقد انتشر كثيرا. ونحن نعرف أن هذا الفيروس يعني مكانه الأساسي أو عرينه الأساسي الذي هو الرئة، ولذلك يعمل عملية ضيق تنفس. فالإنسان من شدة ضيق التنفس لا يلاقي البيئة الطبيعية الذي يستطيع أن تساعده على يعني التخلص من هذه الأزمة، فيلاحظ. طيب أفهمك، يعني هناك فرق ما بين يعني مناطق سيطرة الحوثيين ومناطق سيطرة الشرعية في مسألة توفير خدمة الكهرباء على وجه التحديد؟ والله نحن معانا طبعا 4 مديريات تعتبر يعني بالصريح الإعلامي على أنها محررة، لكنها في واقع الأمر يعني غير محررة، غير محررة، لأن الخدمات الأساسية غير متوفرة أساسيا. وتوفر الخدمات الأساسية تعيش وضع أسوأ من مناطق سيطرة الحوثي، وتجعل المواطن يعترف بالتحرير. تعيش وضع أسوأ من مناطق سيطرة الحوثي، يعني الوضع بالنسبة متشابه بالنسبة للكهرباء. الكهرباء غير متوفرة سواء بعد يعني دخول الشرعية أو خروج الشرعية. في الطرف المقابل مناطق سيطرة الحوثيين في المديريات الأخرى تتوفر الكهرباء؟ في مناطق سيطرة الحوثيين لا توفر كهرباء، لا يوجد كهرباء. الناس يعني وعدوهم بكهرباء، عسنا بيتم توليع الكهرباء في شهر رمضان المبارك، ولكنها كانت كلها وعود ورش على الرماد لدغدغة مشاعر الناس، وفي الأخير صفر. نحن نعرف على أن محطة الكثيب تشتغل وتعمل، ولكن تولد لصنعاء وشوارع صنعاء فقط، وتورد بعض الفلل الذي يرتزحون فيها ميليشيات الحوثي وقيادته. أما المدينة فهي صفر. هناك المحطات التجارية شغالة، ومعدل الكيلو وسعر الكيلو 250 ريال. من أين سيأتي بالمواطن بقيمة الكيلو 250 ريال الذي كانت الدولة تسعره ب9 ريال فقط؟ نعم، إذن ابقى معي سيد هذه علي. كارثة إنسانية حقيقية. نعم، ابقى معي سيد علي، سأعود إليك لاحقا. نعم. إذن مشاهدينا، هنا أيضا تصريح للمدير كهرباء عدن. هذا التصريح متداول على مواقع التواصل الاجتماعي. الرجل من خلال هذا الفيديو يخلي المسؤولية تماما. نتابع. طبعا الجميع يدرك بأن مسألة التوليد هي مسؤولية الحكومة، ومنذ فترة طويلة يعاني التوليد في تراجع في محافظة عدن دون القيام ببناء مشاريع استراتيجية. وأخيرا فخامة الأخ رئيس الجمهورية قام بتوقيع مذكرة التفاهم بتوقيع العقد مع شركة بتروموسيرا تشيد 264 في المرحلة الأولى، وهي بقدرة 500 ميجا. طبعا مع في نهاية عام 2018 تم تشكيل حكومة جديدة، تم الاجتماع مع معالي وزير الكهرباء والطاقة، وتم تسليم كل الدراسات ومتطلبات قطاع الكهرباء. في عام 2019 لم يتم أي عمل أو تعزيز مؤسسة كهرباء عدن توفير قطاع الغيار. خرجت المحطة القطرية في رمضان العام الماضي بقدرة 50 ميجا. قمنا بالمتابعة منذ ذلك الوقت ولم يتم عمل أي شيء. طالبت معالي وزير الكهرباء عدة مرات للتكليف من يرى مناسبا في كهرباء عدن، طالما لا يوجد أي دعم لقطاع الكهرباء. في رمضان العام الماضي تم الاجتماع بنا من قبل دولة رئيس الوزراء بحضور الوزير والمدير العام المؤسسة وكذلك وزير المالية، وتم طلب من دولة رئيس الوزراء والوزير بتكليف مليار مناسبة لمدير كهرباء عدن، وكذلك فصل التوليد عن المنطقة طالما فتحت المؤسسة العامة للكهرباء في عدن، وهو بحسب الهيكل التنظيمي والوظيفي تتبع الإدارة العامة. أيضا تم مطالبة وزير الكهرباء باجتماع رسمي بحضور الوكيل والوكلاء المساعدين ومدير العام المؤسسة ومدير المحطات بفصل التوليد عن محطات عن منطقة عدن. ثانيا
إذن مشاهدينا، كما سمعتم الرجل يتحدث بوضوح بأنه لا يتوفر الدعم اللازم والكافي من قبل الجهات المعنية والحكومة هي على وجه التحديد، وأنه قدم استقالته لأكثر من مرة. إذا كان يوجد هناك من هو أكفى لأن يقوم بهذه المهمة. إذا نواصل حديثنا وأرحب بضيفي من العاصمة المؤقتة عدن، سينضم إلينا من هناك الصحفي أدهم فهد. سيد أدهم، مساء الخير. أهلا بك سيد أدهم. نتحدث اليوم عن وضع الكهرباء في المدن الساحلية، هذه المدن التي معاناة انقطاع الكهرباء يعني مضاعفة عليها، يعني ما هو الوضع في العاصمة المؤقتة؟ نعم، عدن مدينة ساحلية كما تعرفون، درجة الحرارة في عدن تكاد تقترب من 40 درجة مئوية، بالنسبة للرطوبة درجة الرطوبة تصل إلى تتجاوز 80 درجة. هذا وضع مأساوي لخدمة الكهرباء في عدن، ليس خدمة كمالية وإنما هي خدمة أساسية وضرورية للحياة. في عدن الناس تموت ليس فقط من الأوبئة والأمراض من كورونا أو غيرها من الأوبئة المنتشرة، إنما أيضا يموت المواطنون في عدن من انقطاع خدمة الكهرباء. هناك العشرات من المسلمين، هناك المئات إن لم يكونوا من أصحاب الأمراض المزمنة. هؤلاء الأمراض بحاجة إلى بيئة، بحاجة إلى أجواء مناسبة لكي يتمكنوا من التنفس، لكي يتمكنوا من المواطنين بشكل عام. لا يمكن لهم الحياة في عدن إلا بوجود خدمة الكهرباء. لكن تظل غياب هذه الفترة، هناك يأتي حالة الغياب. أيضا يذكر أن الفنادق في العاصمة المؤقتة عدن هذه الأيام تشهد ازدحام شديد، يكاد المواطن في عدن حتى لا يجد غرفة في فندق يدفع على بحسابه نظرا للازدحام الموجود على الفنادق نظرا لغياب خدمة الكهرباء. نعم، لكن يعني هناك أيضا كما نشاهد بعض الفيديوهات يا أدهم، يعني الشبكة في الكثير من المحافظات وعلى وجه التحديد في العاصمة المؤقتة عدن، يعني هناك فيديوهات توضح بأن حرائق تندلع في أكثر من حي بسبب رداءة الشبكة. يعني كيف تفهم هذه الحالة؟ هل يعني لا يوجد أي دور لهذه الوزارة في المدينة فيما يتعلق بالصيانة و يعني توفير التيار الكهربائي إلى الناس باستقرار؟ بالنسبة لخدمة الكهرباء، خدمة الكهرباء لم تنهار في هذه الفترة، فقط خدمة الكهرباء منهارة أساسا منذ قبل 2015، ولكنها بعد الحرب، بعد حرب 2015 ازدادت شوئا نظرا لأسباب موضوعية كثيرة. لكن عموما الحكومة الشرعية صراحة لم تقم بأي دور حقيقي أو لم تقم بحلول جذرية تجاه هذه المعضلة. لكن يذكر أن هناك محطة رئيس الجمهورية التي يتم العمل عليها حاليا، كان من المقرر لها أن تعمل نهاية العام 2019، لكن الأحداث التي شهدتها المدينة أدت لتأخير إنجاز هذا المشروع. هذا المشروع عند إنجازه تتمكن المدينة من تجاوز معضلة الكهرباء، لكن ما تزال هناك مشكلة خطوط النقل المهترئة والتي تجاوز عمرها 20 عام بحسب تصريحات مسؤولي الكهرباء. خدمة الكهرباء في عدن بحاجة إلى عمل كبير وكبير جدا من قبل الحكومة الشرعية، والحكومة الشرعية كما يبدو غير جادة في هذا الملف. وأيضا قد تكون أيضا مشغولة بملفات عدة، لديها ملفات سياسية وملفات اقتصادية، وعدن هو مجرد العاصمة المؤقتة ولديها محافظة أخرى محررة ولديها مشاكل أيضا. دائما ما بالنسبة لوزارة الكهرباء أكثر ما يوجهها في المحافظة المحررة هي قضية الكهرباء في عدن، وكأن باقي المحافظات المحررة ليست فيها مشاكل الكهرباء، وهذا غير صحيح. نعم، إذن ابقى معي أدهم، سأعود إليك وسنناقش الكثير من الأمور. أذهب لضيفي من العاصمة المؤقتة عدن، وهو أحد أبناء محافظة الحديدة الناشط المجتمعي السيد علي بشارة. يعني سيد علي، المحافظات الساحلية في الحديدة ربما المعاناة كبيرة، مدن على نقاط تماس ومناطق حروب، إضافة إلى يعني وضع معيشي متدني، أوبئة وأمراض، وأيضا أزمة كهرباء مع هذا الصيف والحرارة الخانقة. يعني كيف يواجه الناس غياب الكهرباء في ظل هذا الوضع ولساعات طويلة؟ طبعا والله للأسف الشديد ما يمر به أخواننا في المديريات المحررة يعني مأساة كبيرة جدا. يعني نحن
المحافظ الدكتور الحسن طاهر حفظه الله يعني سعى بكل جهده طبعا من خلال تنفيذ أول حاجة مدامك الشرعية في المناطق المحررة وخاصة في الأربع المديريات، وبدأ بتفعيل المكاتب التنفيذية ومنها أيضا تعيين مدير عام لمؤسسة الكهرباء. بدأ طبعا الأستاذ مساوي حجري هو مدير عام مؤسسة الكهرباء في الحديدة في الحكومة الشرعية طبعا. سعوا وعدوا دراسات عديدة على أساس يعني أنه يتم توصيل التيار الكهربائي من منطقة المخا حتى إلى مديرية الخوخة وإلى أيضا حيس وإلى أنه عدد كما كانت في السابق، لأن الكل يعرف على أنه المحطة التوليدية للمحطة التشغيلية في المخا طبعا هي 160 ميجا وات يعني في المخا، وعندما تم إصلاحها بعد 2015 تم إصلاحها في عام 2017 تم إصلاح منها 40 ميجا وات فقط، المستهلك منه فقط 5 ميجا وات و35 فائض. 35 فائض لا يتم بسبب ايش؟ بسبب انه لا يعني الكامبات او المولدات الموصلات الى المديريات هذه غير موجوده، لا يوجد من سيتكفل بايصال علي المحافظ ربما يعني سمعنا حديث كثير خلال فترات سابقه، الرجل يسعى الى تفعيل دور الحكومه وتثبيت مدامك الحكومة في العديد من المديريات، ما الذي تحقق إلى الآن؟ يعني الناس ما زالت تعاني في هذه المناطق ولم ينعكس شيء على وضعهم حتى الآن. أيوة للأسف الشديد، لأن إلى الآن يعني المديريات المحررة لم ترضخ الرضوخ الكلي للحكومة الشرعية، حتى يعني لم يحاول المحافظ جهد استطاعته على انه يثبت مدامك الدوله. كيف يمكن تفسير هذا؟ وان شاء الله الامور يعني تحتاج والله يعني هي الامور تحتاج الى شويه يعني اللهم صل على سيدنا محمد الوقت فقط، لانه الكل يعرف على انه من المتحكم في الساحل كامل؟ المتحكم في الساحل كامل هو من لا يريد للحكومه الشرعيه ان تكون موجوده اصلا. واما نحن كلنا نحاول ان المحافظ يعني قدر الاستطاع على انه يعني يكون له دور في المديرية الاربع، وقد كان له دور ايضا في من خلال يعني طريقته او وسيلته في ايجاد اربعه او خمسه مولدات للخوخه، مولدات كهربائيه، ولكن للاسف الشديد كانت شغاله جدا هذه المولات وذهب وعندما بدات تشتغل فمولد تلو الاخر يخرج عن الخدمة. حتى الآن أصبحت الخوخة تولد بمولدين فقط، يعني ثلث أو ربع منطقة الخوخة فقط المضيء، وثلاثة أرواع أو يعني ثلثي مديرية الخوخة منطفئ بسبب يعني الخلل الفني للمولدات لا يوجد، برغم أن هناك في شركة صيانة اللي أظن أنها شركة الشبلي هي المتكفلة بالتشغيل والصيانة، المفروض كانت على الألوية العسكرية المتحكمة في الخوخة أن تكون لها الدور الحقيقي في متابعة هذه الشركة لإنقاذ هو أيضا سيد علي. طالما وقد تحدثنا عن المكاتب التنفيذية وأيضا المحافظ ودورهم يعني أمام الوضع الحاصل في هذه المديريات، يعني يتساءل البعض بأن المحافظ يعني يمتلك علاقة جيدة بطارق صالح الذي يسيطر على تلك المناطق وأيضا مع دولة الإمارات، لماذا لا تستغل هذه العلاقة في تحسين أوضاع هذه المناطق؟ المحافظ مهما كان يعني يمثل الشرعية ويمثل السلطة الشرعية المتمثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي في الساحل، لذلك يحاول قدر الإمكان أن تكون تحركاته كلها في إطار الشرعية، ويسعى ويعني والميزة الجميلة في المحافظ على أنه لديه قبول من جميع الأطراف، يحاول قدر الإمكان يعني بالاستفادة من هؤلاء الألوية العسكرية أو المتواجدة في الساحل على أنها تخدم المناطق. نحن بالأمس أو قبل يومين يعني في يعني نخرج شوية عن إطار الكهرباء في مديرية حيس، ما شاء الله لدينا لواءين عسكريين موجودين في حيس لقد تكفل بتوفير المياه مؤقتا حتى يتم يعني إنساء مشروع مستدام للمديرية، ونحن كذلك نأمل من اللواءين الموجودين في الخوخة أن يتبنيا إصلاح المولدات الكهربائية حتى أنه يشعر على أنهم مساهمين في إنقاذ ما تبقى من إنقاذ الإنسان الذي قارب للاندثار بسبب شدة الحر هذا، وخاصة في المناطق الساحلية. ونتمنى أيضا من جميع الألوية العسكرية المتواجدة في الساحل خاصة في هذه الفترة ظل فترة الهدنة الذي للأسف الشديد يعني
طوق يعني الامم المتحده طوقت بها الشرعيه و يعني اخنقتها في ركن معين. نتمنى من هذه الالويه ان تكون نصير للمواطن سواء في المديريات او في القرى او في الارياف. هناك بعض القرى لا يصل اليها المياه، فما بالك في الكهرباء الذي يعني لا تصل اليهم الا اذا وجدت هناك نيه حقيقيه. نعم. والتنسيق حقيقي وإيجاد يعني فاعل حقيقي، سواء التحالف ممثل في الهلال الأحمر إماراتي أو مركز الملك سلمان أن تبين أن يتبنيا مثل هذه المشاريع، أو كذلك الجيش الجرار من المنظمات اللي موجود في الساحل بالفعل. نسمع له جعجعة ولا نرى له طحين. نعم. وهذه مشكلة كبيرة، يجب أن يكون بصماتهم موجودة على الأرض، يجب أن ينفذوا مشاريع مستدامة تستفيد منها. نعم. إذن هذا ما يجب يعني نتمنى أن يصل صوتك إليهم ويقومون بتقديم شيء لهذه المناطق التي تعاني أشد المعاناة في هذه الفترة. ابقى معي سيد علي. ومشاهدينا سنذهب الآن لمشاهدة استطلاع من العاصمة المؤقتة عدن. يتحدث الناس من خلال هذا الاستطلاع حول أوضاعهم مع ارتفاع درجات الحرارة في هذه المدينة. نشاهد سويا. نحن نقول بالأخير نقول إن نحن الوفيات كل هذه بسبب الأمراض وبسبب الكهرباء وبسبب الماء، وأطفال ما يقدرش يتحملوا الحرارة، الشيوبة ما يقدرش يتحملوا الحرارة، عندهم بعضهم سكري، قلب، ضغط، يعني حاجات كثيرة. يعني أنا لأول مرة أشوف إنه 10-15 يتوفي لأول مرة في حياتي اندهل بهذا الشكل. والله الكهرباء معانا لا يعني لا يمكن احد ان يوصفها، يعني نحن عايشين في جهنم، يعني مع الامراض كورونا وسكري وضغط وقهال حراره وحصبه انواع، يعني زيد البيئه موسخه وذا، والكهرباء واصل طافي. يعني نحن ناشد المسؤولين ان يهتموا بعدن، عدن مظلومه من 94 لا كهرباء ولا، عاد يزيد الفساد فساد. نحن بس نشتي حاجه من عدن انه المسؤولين انه يوفروا لنا الكهرباء. كثر الامراض زادت، ولا سكري زاد، وكورونا زاد. والله الكهرباء اوضاعها سيئه جدا جدا، وصلت يعني اذا تنطفي الكهرباء من 4 ساعات طافي الى ساعتين لاصي، بل عاد وصلت الكهرباء الى 16 ساعه طافيه باليوم، والناس داخل بيوت وكبار السن تعابا من الحماء، عندما تريد تخرجهم يعني الى الشارع او الى البحر حماء جدا وشمس وضغط، وداخل بيوت الكهرباء طافيه جدا جدا، وكبار السن قد تعبوا ضغط وسكري وما تدري الى اين تذهب. والله الكهرباء يعني تاثر على الناس، يعني بالكهرباء انه انقطاعها متواصل يعني في الليل وفي النهار وساعات طويله، يعني من ساعه 3 ساعات هكذا، اربع احيانا 4 ساعات واحيانا 3 ساعات واحيانا كذا ساعتين ونص هكذا، وتأثر على الناس، ونطالب المسؤولين على أساس إنه يعني إصلاح الكهرباء. الكهرباء شيء مهم يعني في حياة الناس، الكهرباء والمياه يعني كمان حياة الناس يعني مربوطة بالكهرباء والمياه، ونطالب المسؤولين على أساس إنه إصلاحها شيء مهم يعني خاصة بحياة الناس، ضروري هذا، لأنه منطقة خاصة منطقة عدن هذه منطقة حارة تأثر على حياة الناس الأطفال والكبار السن، وهذا شيء مهم وفرض أن الدولة. إذن مشاهدينا كما شاهدتم معاناة كبيرة يعيشها سكان هذه المدينة، ونستكمل مع ضيفنا. أعود مرة أخرى لضيفي من العاصمة المؤقتة عدن السيد أدهم فهد. سيد أدهم، يعني يتحدث الناس بأنهم معظمهم من تحدث في التصريح يطالبون الجهات المسؤولة، من المسؤول اليوم؟ بالنسبة لخدمة الكهرباء، المسؤول حاليا عن ما يجري هو سلطة الأمر الواقع، مختلف بمن يسيطرون على المدينة هذا أولا. لكن للإنصاف أن مشكلة الكهرباء ليست وليدة اللحظة، مشكلة الكهرباء هي مشكلة قديمة ولا تتحمل حتى الحكومة الشرعية وحدها فحسب، حتى النظام السابق لم يعمل على إقامة مؤسسات خدمية بالشكل المطلوب. مدينة عدن وغيرها من المحافظات كانت تعتمد على الطاقة المستأجرة، الطاقة التابعة للقطاع الخاص، التي كانت عبارة عن صفقات فساد. ما يجري حاليا يتحملها الجميع، وبالمقدمة سلطة الأمر الواقع، الحكومة الشرعية أيضا هي تتحمل 5 سنوات
بعد تحرير المدينة وهي لم تعمل على دعم مؤسسة الكهرباء بالشكل المطلوب، ولم يتم تنفيذ أي مشروع إلا في السنتين الأخيرتين حسب وقع رئيس الجمهورية مشروع المحطة 264 ميجا وات والتي يجري العمل عليها حاليا، ومن المقرر لها أن تعمل نهاية العام الجاري. والمواطنون فعلا ينتظرون بشغف انتهاء هذا المشروع وعمله. نعم سيدة دهم، يعني أزمة الكهرباء هل تعتقد بأنها قد تكون سياسية أكثر من ما أنها أزمة يعني حقيقية متصلة بضعف الإمكانات؟ لا أحد يستطيع إنكار أن مؤسسة الكهرباء وخدمة الكهرباء في عدن منهارة بشكل حقيقي. جميع المؤسسات هي أصلا منهارة، ولا يمكن أن هذا الموضوع سياسي، لكن باختصار المواطن في عدن أصبح يبحث عن الكهرباء، المواطن في عدن أصبح لا يستطيع النوم في منازلهم، المواطنين في عدن باتوا يعيشون في جحيم لم يروا حتى في العام 2015، اللي تطور أنه في حتى في العام 2015 وفي وصل إلى الحرب حين اجتاحت ميليشيا الحوثيين المدينة لم تكن الكهرباء تنقطع بهذا الشكل في باقي المديريات التي لم تصل إليها ميليشيا الحوثيين. في المقابل الآن بعد أكثر من 6 سنوات على التحرير المدينة تعيش في جحيم لم تنو حتى في العام 2015. المواطنون أصبحوا يخرجون للنوم في الشوارع، ومن لديه استطاع يذهب للاستئجار في الفنادق. أيضا هناك بعض المواطنين ممن ينتمون للمحافظة المجاورة عادوا إلى محافظاتهم وغادروا ونزحوا من المحافظة، ومن تبقى يعيشون الأمرين في منازلهم. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك الصحفي أدهم فهد، كنت معنا من العاصمة المؤقتة عدن، وأرحب بضيفي سينضم إلينا من أبين مدير كهرباء أبين المهندس محمود مكيش. سيد محمود مساء الخير. نعم، إذن يبدو أن الاتصال لم يجهز بعد بسيد محمود، سنعاود التواصل به لاحقا. وأذهب لضيفي عبر الأقمار الصناعية مرة أخرى سيد علي بشارة. يعني سيد علي، هناك أو هل يمكن القول بأن في الكثير من المدن الساحلية هناك بدائل معينة يلجأ لها الناس للتخفيف من يعني حرارة الشمس، يعني على سبيل المثال كالألواح الشمسية، هل تفي بالغرض أمام هذا الوضع؟ للأسف الشديد الألواح الشمسية أو المنظومات الطاقة الشمسية بشكل عام يعني هي تعتبر من الحلول المؤقتة الذي يعني يلجأ إليها المواطن، لأنه لا توجد وسيلة أيضا سواها، بالرغم من ارتفاع أسعارها الجنوني يعني والارتفاع الخيالي في أسعارها، إلا أن المواطنين يتكبدوا عناء المشقة حتى يوفروا قيمة هذه الألواح من شان يعني تخفف عنهم ولو الجزء اليسير طبعا. فالألواح الشمسية طبعا وحتى المراوح السقف أو الجلاسي أو غيرها الذي تشتغل على منظومة الطاقة الشمسية لا تفي بالغرض، وخاصة عندما تكون البيوت أو البيوت يعني شدة حرارتها مرتفعة بسبب ارتفاع درجة الحرارة في المناطق الساحلية أو بسبب ارتفاع الرطوبة فيها، فإنها لا تجدي شيئا، ولكن على الأقل إنها تخفف ولو يسير يعني. ولكن وما زال الناس يعني يجب 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 على هؤلاء المسؤولين عن المواطنين، يجب عليهم أن يوفروا لهم هذه الخدمات الأساسية، فالكهرباء والمياه والتعليم والصحة هي من الخدمات الأساسية التي يجب على من يتولى أمر المسلمين أن يوفر لهم هذه الخدمات الأساسية، وخاصة في ظل هذا الوضع يعني. فيعني كارثة حقيقية، وحتى لو يعني جينا نحسب زميل، ابقى معي سيد علي. سأذهب الآن لضيفنا مدير كهرباء أبين وسأعود إليك لاحقا. أرحب بضيفي السيد محمود مكيش مدير كهرباء أبين. سيد محمود أسعد الله مساك بكل خير. أهلا وسهلا فيكم، وشكرا لقناتكم الكريمة لهذه الاستضافة. أهلا بك سيد محمود. نتحدث اليوم عن أزمة الكهرباء والكثير من شكاوى الناس بتدهور هذه الخدمة وازدياد معاناتهم مع ارتفاع درجات الحرارة في هذه الفترة، ما هو الوضع؟ طبعاً
مشكلة الكهرباء هي في أبين هي مثلها مثل بقية المحافظات الأخرى. أزمة الكهرباء طبعا استمرت هذه المرة بشكل كبير جدا بسبب عدم توفر التوليد الكافي، وكذا الاختناق في المشتقات النفطية اللي هو الديزل، أزمة يعني عدم توفر بشكل كافي للتشغيل. المشكلة طبعا في هذا العام بالتحديد من بداية رمضان وخلال أيام عيد الفطر زادت المعاناة بشكل كبير، والسبب الرئيسي هو أنه عدم توفر طاقة توليدية كافية. نحن في أبين المتوفر لدينا لا يغطي حتى 40% من الاحتياج، وال 40% هذه في 7% لا توفر له مشتقات نفطية أي ديزل. طيب، هي أزمة المشتقات النفطية، ولو قاطعتك هنا سيد محمود، يعني كثيرا ما يعني تأتي الأنباء كل شهر، توفرت المشتقات النفطية، تأخرت المشتقات النفطية، لم تأتي المشتقات النفطية، حتى بات الناس يعني يحملون هم المشتقات النفطية أكثر من هم أمورهم المعيشية. ما السبب في عدم استقرار توصيل المشتقات النفطية إلى محطات التوليد؟ هذه المشكلة موجودة منذ زمن، يعني تقريبا من بداية العام 2019 في اختناق في موضوع المشتقات النفطية الخاصة بمحطات التوليد سواء في أبين أو في عدن أو في لحج، والأزمة زادت اختناقا في خلال فترة رمضان وعيد الأضحى. فقلت لك نحن أنا متوفر لدي 40% من الاحتياج، من احتياجي معي توليد ب 40%، أشق 33% اللي هو الطاقة المستأجرة 16 ميجا تأتيني لها ديزل، وأما محطة بحدود 4.5 ميجا هذه ما تأتي لها ديزل نهائيا لأنها تتبع الدولة، وبالتالي يقول لك نحن ما فيش معنا، الكميات محدودة، يلا بالكاد تصل لكم والأبين والعدن ولحق وبقية المديريات في لودر ورصد وأحور. نعم. فبالتالي الأزمة هذه قائمة، وعبر قناتكم طبعا نحن نقول نقر أنه في مشكلة في موضوع الكهرباء، وهذا الموضوع منذ 3 أعوام. نحن طبعا في مؤسسة كهرباء أبين بالتعاون مع السلطة المحلية عملنا يعني برامج نحو تحسين آلية التوليد في أبين، وكان مشروع 30 ميجا معنا واعتمدتها الحكومة حينها، وبدأت موضوع الأعمال المدنية وتوقف المشروع 30 ميجا، وإلى حد الآن مراوح محله. أيضا تحركنا نحن والأخ المحافظ وقدمنا للأخ وزير الكهرباء إلى رئاسة الوزراء باستعجال أبين ب 15 ميجا طاقة مستأجرة بشكل سريع نجاب بها صيف رمضان هذا اللي القائم اللي انتهى قبل أيام، فلم يعني لم نوفق في هذا الأمر، يعني تحركت الأمور علينا المناقصة، إلا أن الأمر كنا نتوقع في رمضان فتأثر الأمر لحد الآن، وإن شاء الله أنه نشوف بعد طيب. عيد نحرك هذا الموضوع. طيب سيد محمود تكرم بالبقاء معي، سأعود إليك لاحقا. أذهب لضيفي عبر الأقمار الصناعية سيد علي بشارة. سيد علي، يعني الكثير من المنظمات في مناطق الساحل تتحدث عن إنجازات كبيرة، يعني ربما 3 أعوام والمنظمات تتحدث عن إنجازات متتالية، والكثير من المنظمات أيضا. لنأتي عن للحديث عن الأطراف المباشرة في هذه المناطق، وهي مركز الملك سلمان والهلال الأحمر الإماراتي. كل هذا الحديث عن اهتمام وإنجازات في هذه المناطق، والناس تموت بالأوبئة والأمراض وخدمات لا توجد، وكيف يفهم هذا الأمر؟ سيدي العزيز، الهلال الأحمر الإماراتي ومركز الملك سلمان وهناك جيش جرار من المنظمات العالمية الذي يعني وجودها وجعجعتها يعني أدوش المجتمع والساكنين دون أن نرى طحينها. هناك كلسترات تجتمع أسبوعيا، وهناك اجتماعات
يوميه واسبوعيه ودوريه، كلستر للصحه وكلستر للووش اللي المياه كتله المياه وكلستر للاصحاح البيئي، كل هؤلاء الكلسترات يعني اجتماعاتها والصرفيات على اجتماعاتها وعلى مقراتها وعلى موظفيها اكثر من اعمالها، وكل ما تعمله هي عباره عن مشاريع ترقيعيه انيه، لا يوجد مشاريع مستدامه حقيقيه سيستفيد منها المواطنين فيما بعد. نعم. يجب أن هناك ضغط، يجب على الوحدة التنفيذية في محافظة الحديدة والوحدة التنفيذية في الجمهورية اليمنية، أقصد الوحدة التنفيذية لإدارات مخيمات النازحين، يجب أن يكون لها ورقة الضغط الكبرى، وكذلك السلطة المحلية ممثلة في الدكتور الحسن طاهر، يجب أن يضغط على هؤلاء المنظمات وهؤلاء المؤسسات والجمعيات اللي موجودة في الساحل، يجب أن تنفذ مشاريع حقيقية مستدامة يجب أن يستفيد منها المواطن في بعد. أما الحلول الترقية والحلول الآنية هذه زائلة. جميل. يعني ولكن على ذكر النازحين سيد علي، هناك نازحين كثر من أبناء محافظة الحديدة متواجدين في المخا ومنهم في عدن والبعض في أبين، هذه المدن تشهد أزمة مضاعفة فيما يتعلق بالكهرباء وأيضا في ارتفاع درجات الحرارة، ما هي أوضاع هؤلاء الناس الذين يقيمون في هذه المخيمات؟ على ذكر النازحين أخي الكريم، هناك في عدن 9,000 نازح أو ما يقارب 10,000 نازح من أبناء الحديدة، وهناك في محافظة أبين ما يقارب 4,500 نازح من أبناء الحديدة، وهناك في محافظة لحج ما يقارب 5,000 نازح من أبناء محافظة الحديدة، وهناك في المهرة وحضرموت وغيرها من المحافظات. هؤلاء النازحين يعانون الأمرين، يعانون لا تتوفر لهم أبسط مقومات الحياة، والمنظمات الدولية للأسف الشديد معتمدة معتمدة على المخيمات بدرجة أساسية وصابة كل اهتمامها وتوجيهاتها ودعمها على المخيمات. نحن لا ننسى أن المخيمات هي أيضا كذلك نازحين ومعانين، ولكن هناك نازحون في البيوت، هناك نازحين عزيز الأنفس لا يتوفرون حتى على مبالغ الإيجار الذي يسكنون في البيوت الذي يسكنون فيها. يجب على المنظمات والوحدات التنفيذية أن تنظر لهؤلاء. الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في عدن يعني تحاول كل جهدها في يعني لملمات ومساعدة النازحين، ولكن الوحدة التنفيذية تساعد ما يقارب نازحي الجمهورية اليمنية كامل، لكن نحن نتمنى من السلطة المحلية أيضا أن تنظر لنازحي محافظة الحديدة في عدن وفي أبين. في أبين متراميين أطراف، أنا قد زرت أبين أكثر من مرة، ولدي يعني هناك مجموعة من النازحين الأقارب موجودين تحت الشجر وتحت الجبال، يعني صحاري لا يمكن للإنسان أن يعيشها، ولكن للأسف وضع مأساوي يعني كان الله في عونهم. أشكرك جزيل الشكر سيد علي بشارة، ناشط مجتمعي كنت معنا من العاصمة المؤقتة عدن، شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا نذهب الآن أيضا لاستطلاع آخر من مدينة المكلا، يتحدث الناس في هذا الاستطلاع عن معاناتهم أيضا من ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي، نشاهد سويا. الواحد أنه أحد يرتاح في بيته تجي تحصل كهرباء طافية، ما يقدر الواحد يتحمل يجلس في بيته يجلس في طابق الأولي تحت، يعني ما يقدر يتحمل الحرارة، زيادة الحرارة تزيد الأمراض، تزيد الضغط، تزيد تعرف أنت كبار السن يعني يرفع عليه الضغط، يرفع عليه، تحصل وفيات، تحصل تأثرات من هذا، خاصة خصوص الكهرباء. الكهرباء دوب نحن في انقطاع وساعتين بساعة وساعة بساعتين وتعبنا. طيب نبغى بفهم موضوع واحد من ناحية الكهرباء، لما الآن في حظر والناس ملتزمة بالحظر ونحن في بيوتنا وصابرين على كل شيء صح؟ طيب الأماكن لما تكون فيها حظر الخطوط الرئيسية كلها الأحمال منخفضة، طيب الأحياء يا أخي الأحياء ليه طفون نحن؟ على الأقل شوي يساعدون المواطن المسكين، تعال المغرب تسمع الأطفال لما تنطوي في الليل في الشرف على أصحاب الطوابق الأرضية يعني ينازعون بشيء يعني ما يتحملوا حد يعني، ولين تشوف الشارع كله طافي وبقعة بيوت الباقيين لاصية كلها وما يحتاج. نحن يعني لما قعنا يد واحدة وقعنا أخوة في هذا الموضوع، ولما بتبي يصبر الشعب.
إذا مشاهدين هذا استطلاع من مدينة المكلا، ونعود لمحافظة أبين، ومعنا من هناك السيد محمود مكيش مدير الكهرباء في هذه المدينة. سيد محمود، يعني تحدث بأن الأزمة يعني تتفاقم منذ العام 2017 وحتى الآن، ألا توجد خطط ويعني حلول منذ تلك الفترة حتى الآن؟ الحلول لازم يعني توجد خطط استراتيجية، توجد أمل فيما يتعلق بحل مشكلة الكهرباء في البلد بشكل عام. موضوع الاعتماد على محطات الديزل الصغيرة هذه في كل من عدن وأبين ولحج، هذه تستقبل كهرباء طيب لمجتمعنا في كل من المحافظات هذه. فلازم تتخذ الدولة من الآن إجراءات نحو عمل محطات عملاقة تشتغل بالغاز في مواقع النفط نفسه، وعمل خطوط نقل كبيرة جدا تنقل هذه الطاقة. أما البقاء على هذه المحطات الصغيرة في ظل التزايد المستمر والطلب الكبير من قبل المجتمع فلن يكون مستقبل. ما تحركت جهود الدولة بخطط يعني عملاقة بخطط استراتيجية. طيب في حال تأخرت الدولة والحكومة في إيجاد الحلول والبدائل، ألا توجد يعني حلول وبدائل بإمكانكم القيام بها أنتم كمسؤولين محليين على هذه المناطق؟ في كل العالم، في كل العالم يا أستاذ، الكهرباء تعتمد على الدولة في إنشائها. نعم، إذن وضحت الصورة. نعم، إذن نختم هنا، ويعني آخر ما قاله السيد محمود بأن الكهرباء يجب من تتحمل المسؤولية بها هي الدولة بشكل رئيسي وأساسي. أشكر السيد محمود مكيش مدير كهرباء أبين، كان معنا من محافظة أبين. ومشاهدينا نكتفي بهذا القدر ونصل إلى ختام حلقة الليلة. أشكر جميع ضيوفي، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذا البرنامج الزميل وديع عطا، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله.